صباح الخير عليكم جميعا، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. هنبدأ إن شاء الله بعد دقيقة. أنا هنتظر بس الناس تدخل، بس لتوضيح لحضراتكم قبل ما نبدأ. الصوت كده لو تمام حضراتكم بس تكتبوا زيرو. الصوت كده لو تمام حضراتكم بس تكتبوا. طيب بالنسبة للناس اللي ملف العمل على الجهاز، لكل الناس اللي نزلت ملف العمل على الجهاز تكتب رقم واحد. كل الناس اللي نزلت ملف العمل على الجهاز تكتب رقم واحد. طيب في حاجة بس حابب أتكلم فيها، الناس اللي بتسأل طب يا باشمهندس محاضرات مسجلة، هو الحقيقة مش مسجلة، لأن إحنا بس فكرة الحضور إن إحنا بس نساعد بعض، يعني 3 أيام حتى لو 3 أيام كل يوم الساعة 9:30، كان نبدأ أبدأ بدري الساعة 6، كان في ناس عندها شغل أو اللي عنده جامعة أو أيا كان أو عنده امتحانات. فإحنا فكرة الورشة بتاعت سلوان نص صبح إن إحنا بنعمل حضور أونلاين وبنطبق مع بعض كمان اونلاين، غير كمان ان بيبقى في كمان تشجيع لكل الجروب، يعني كل واحد بيبقى منتظر يشوف ايه الاخطاء اللي موجوده في التطبيق. هي ليها مميزات طبعا اكتر بكتير من التسجيلات. التسجيلات ممكن تبقى متوافره، بس مشكله التسجيلات ان الناس بتبقى عندها مبدا ان هو التسجيل خلاص خلاص كده كده، بس ما انت هيبعت لنا التسجيل النهارده او اخر اليوم، فتلاقي التسجيل بعد ما بتوصل لا انا هطبق بكره، انا هطبق بعد بكره، انا هطبق اخر الاسبوع اول اسبوع، عشان عايزين نبدا بقى. فكرة الورشة بتاعت الوان دول المجانية إن إحنا بنطبق الورشة خلال 3 أيام، تمام؟ بنطبق الورشة خلال 3 أيام، وفي نفس الوقت نكتسب خبرة أكتر، غير كمان إن هو فترة الصبح أعتقد بعد 3 الفجر لو ساعة أعتقد مش هيبقى فيه أي مشكلة بالنسبة لأي حد، ده هو بيبدأ يوم من الصبح، مش لو بدري ساعة لمدة 3 أيام، 3 4 5، أعتقد مش هيأثر معاه في الوقت. فطبعا التسجيلات هنعملها ان شاء الله في نهايه الورشه، بس لو هنعمل في نهايه الورشه مش هيبقى فيه متابعه، لكن فكره الحضور وفكره التطبيق ان حضراتكم تبقوا عارفين التعديلات بتاعت المطلوع في وقتها، غير كمان ان انتم خلاص وصلتوا لنتائج كويسه على الاقل بنسبه 60% او 70% من الشوب رول. الناس اللي هي اول مره تشتغل شوب رول هتلاقي الموضوع لطيف بسيط، لان انا بشرحها لكم بطريقه منظمه، حتى الملفات العمل بجهزها لكم ان انتوا تبقوا تركيزكم بس في ان انتوا تطبقوا المحتوى المحط مش اكتر من كده. فالحضور مهم، فالحضور بيديكم الخبره اللي بتساعدكم بعد كده ان انتوا تقدروا تشتغلوا حتى في بدايه برون، سواء مشروع صغير او مشروع كبير. حته ان انا احضر واطبق ده مهم، لان حاجه التاسكات طبعا بتسلم في ميعادها، هو مش الزامي او مش تعسف من حضراتكم، بالعكس انا ببقى عايز اشوف النتائج. لما الناس بتشوف النتائج كل واحد بدا يطبق الموضوع بيبقى فيه تشجيع اكتر. المراجعه اللي احنا بنعملها مع بعض، النهارده مثلا حضرنا المحاضره، بكره هنتابع التطبيق بتاع المحاضره بتاعت النهارده زائد المحاضره الجديده بكره. يوم الخميس نفس الكلام برضه، هنتابع التطبيق بتاع المحاضره الثانيه زائد المحاضره الثالثه. يوم السبت هنعمل متابعه التطبيق بتاع المحاضره الاولى والثانيه والثالثه زائد التعديلات. يوم الاثنين التسليم النهائي بالشيت بالفاينل. يعني لما يبقى عاملين الوقت في خلال 3 ايام او 4 ايام ونطلع باستفاده بنسبه 70% او اكثر من 70%، اعتقد ان ده حاجه كويسه، غير موضوع التسجيلات ان انا يبقى عندي تسجيل وافضل اتعلم في الحاجه مثلا لمده اسبوعين 3 اسابيع. انا بعمل تسجيلات بس التسجيلات بتبقى في نهايه الوقت، بس في نهايه الوقت ما بتبقاش فيها متابعه. وغير كمان ان شهاده الحضور والمتابعه اللي بننزلها على صفحه يوان ورك شوب ده بيبقى نتيجه المتابعه والحضور، واي ورشه مجانيه بنعملها بعد كده واي ورشه حتى مدفوعه من خلال الشهاده دي بياخد فيه خصم 5% على كل الورش اللي بنعملها. عشان كده موضوع الحضور والاستخدام ده بالنسبه لي مهم، لان هو ده الخبره الاساسيه اللي انتم بتاخدوها من خلال المتابعه. تمام، مش هطول على حضراتكم، هاكد بس على حضراتكم اللي نزل الملفات العمليه برقم واحد. طيب هبدا بس افتح لحضراتكم الشيخ جوجل درايف، في فولدر 2 دي كات اللي هو الملف البلان المعماري، فولدر 3 دي ديزاين اللقطات ال 3 دي الخاصه بالمهندسه اروى، الملف العمل اللي حضراتكم هتفك الملف بالباسورد هيظهر لكم فولدر بالشكل ده. تمام،
اول حاجه نخش على الفولدر، اول حاجه نفتح الفايل الاوتوكاد بتاع البلان المعماري. طبعا انا مظبط الفايل لحضراتكم بالملي، كل حاجه جاهزه، مش مطلوب بس ان احنا نطبق الخطوات التجهيز الملفات اللي هنحطها جوه الملف. طبعا ورشه الوان زون احنا بنطبقها بنظام البلوك. يعني ايه بنظام البلوك؟ المشروع صغير مش محتاج نخش في سيستم ليه علاقه بالاستريب وليه علاقه بالسيستم المشاريع الكبيره. فالورشه الوان زون ينفع نستخدمها في المشاريع الصغيره، لو عندي مشروع مطعم مثلا 60 متر 70 متر ممكن اشتغل بالطريقه دي. عندي زون معين مثلا عايز اعمل وركينج حمام او وركينج لمطبخ، اشتغل بطريقه البلوك. كل حاجه ليها جهه سيستم. المشاريع الكبيره زي شقه فيلا، مشروع كبير مثلا اكثر من 300 متر او 400 متر او 150 متر، دي سيستم تاني، وده اللي بنتعلمه في ورشه الاستوديو. تمام؟ لان ورشه الاستوديو بيبقى فيه اكثر من 6 فراغات، غير كمان دراسه ممرات الحركه بتاع كل فراغ، فالموضوع بيبقى مختلف شويه. هنا بنعمل دراسه ممرات الحركه لفراغ واحد بس. هتاخد الخبره اللي تساعدكم بعد كده تقدروا تشتغلوا في البروجرام اللي هي تعتبر السلمه الاولى بعد الورك. تمام؟ اول حاجه الفايل ده مع انا مظبطها لحضراتكم بالميجي، طبعا كله معمول على اللاير الزيرو. انا عاملها على اللاير الزيرو. هناخد كوبي بعد اذنكم، بس هناخد كوبي الخطوه دي. ناخد كوبي كنترول سي، كنترول سي. اللي عمل الخطوه دي يكتب رقم 3، اللي عمل الخطوه دي يكتب رقم 3. تمام؟ بعد كده هنفتح الملف العمل اللي هو الفايل المربوط اللي حضراتكم في دفتر الباسورد، هنخش جوه الكوب برون. دي لايبرري انا مديها لكم جاهزه، مواقع بلوكات. لازم اراجع المقاسات بتاعه البلوك وهقول لكم ازاي نغير السكيل بتاع البلوك. لو مقاساتها مش مظبوطه نعمل لها دايمنشن ونستخدمها في الفايل بتاعنا. في فايل لايبرري تلاقي فيه مكتبه انا مديها لكم جدول بلوكات، سوري مواقع بلوكات تقدروا تعملوا عليها داونلود للحاجه اللي احنا محتاجينها في المحاضره بتاعت النهارده، وجدول الرموز الاكواد اللي هي خاصه بالمناسيب، الكود بتاع اتجاهات بدايه البلاطه بتاعت الارضيه، الكود اللي بنحطها تحت القطاع، تحت البلان الدايمنشن، تحت البلان السقف، تحت البلان الارضيه، وهكذا. دي هنشرحها في المحاضرات الجايه. النهارده بس هنشرح دراسه ممرات الحركه، الرسم البلان المعماري، دراسه ممرات الحركه، البلان الاساس. تمام؟ بعد كده عندنا فولدر اسمه سايت. السايت ده بنحط فيها الصور التصميم والصور الموقع وفيديوهات الموقع. هنا في الورشه سواء في الوان زون او الاستوديو بنعمل سيستم. ما ينفعش انا ابقى عندي داتا مشروع تنفيذ او ستوب براون تنفيذ احطه على الديسك توب او احطه على السي او اكتب منار محمد فاينل 1 فاينل 2 فاينل 4 فاينل 5 نفس الكلام ده. ليه؟ لان ستوب براون في المشاريع الكبيره بيبقى في تيم شغالين مع بعض. يعني ايه تيم شغالين مع بعض؟ لازم يبقى في مكان ثابت، بيبقى على السيرفر متوصل بالنتورك، وفولدر باسم ثابت معروف كل الناس بتشتغل من الفولدر. حتى مسميات الفايلات، طريقه تنظيم الملفات بتاعت الفولدر، الكود بتاع المشروع، اسم العميل، السيستم ده بنتعلمه في نظام الاكسل. لكن هنا في الوان زون بنركز بس على الفراغ. ان شاء الله بعد ما حضراتكم ما تخلصوا التطبيق العملي هيبقى في شرح ان شاء الله كويس، وهتبقى في مفاجاه هحضرها لكم في نهايه الوقت مش دلوقتي بالنسبه للناس اللي هتكون التزمت معانا في التطبيق. تمام؟ يبقى الفايل ستايل بنحط فيها الداتا بتاعت المشروع. كل حاجه ليها علاقه بالبروجكت بيتجمع في فايل واحد، ما ينفعش يبقى عندي تقرير المشروع بيتحط جوه الفايل. الاجتماع ما بينه وبين العميل بيتحط جوه الفايل. الاجتماع ما بينه وبين المهندس الاستشاري او مهندس الموقع او مهندس المصمم، لو في تعديلات في التصميم محتاجه ايه؟ محتاج ان هو يعدلها عشان احتاج تعديل الرسومات التنفيذيه، كل الحاجات دي بتتعمل جوه البروجكت بتاع الفايل. تمام؟ بعد كده اخر ملف الانتيريور، هتلاقي فيه ملف اوتوكاد اللي هو الخاص بالويندو. هنفتح الملف ده. تمام؟ اللي فتح الملف ده يكتب رقم 4. الملف ده طبعا هيبقى فيه البيانات اللي هنتعلمها في الورشه، بلان الدايمنشن، بلان الفرنتشر، بلان الفلورين. تمام؟ بلان السيلينج. هنتعلم نجهز 4 بلانات. طبعا الكهرباء والحاجات دي كلها هتاخد محاضرات كتير، هنخليها في الورشه بتاعت النظام الاستيلاتي. فوق دي تجهيز القطاعات، انا مديكم ملفات جاهزه، عليكم بس ان انتم تعملوا تجهيز السكيشن، ودي هنشرحها في المحاضره بتاعت تجهيز السكيشن اللي هي المحاضره الثالثه اللي هي بتاعت يوم الخميس اللي فات. هنعمل طبعا احنا خدنا كوبي اول حاجه، خدنا كوبي من البلان، هنعملها ثاني كنترول سي. تمام؟ بعد كده كنترول في. البلان ده الزاويه بتاعت البلان زي ما حضراتكم شايفين من زاويه البلان، هعمل هنا مو من نقطه البوينت زاويه البلان هنحطها هنا
اول حاجه قبل ما نحط نقطه البايت نحطها هنا في الزاويه في مشكله، تمام؟ دي اول خطوه، ندوس كنترول اكس، تمام؟ العمل الخطوه دي يكتب رقم 5، العمل الخطوه دي يكتب رقم. الفكره ان احنا هنطبقها في الوقت في الوان دول نظام البلوك. يعني ايه نظام البلوك؟ يعني انا هعمل البلان المعماري بلوك وهيتكرر في بقيه البلانات، عشان اي تعديل هيحصل في المعماري يتعدل اوتوماتيك في كل الفايلات. ما ينفعش اخد البلان، يعني الناس اللي شغاله لسه متخرجه او لسه طالبه في الكليه بياخدوا البلانات كوبي، ولما بيحصل تعديل في المعماري بيضطروا ان هم ياخدوا كوبي من البلان ويكرروها في بقيه البلان. لا، هنعمل العكس. سيستم البلوك ده مهم جدا سواء في المشاريع الكبيره او المشاريع الصغيره. اول حاجه هنعمل بلوك للمعماري. طبعا هناخد الجزء اللي متحدد باللون الازرق اللي يطلع في ملف العمل، اختصار كلمه بلوك بي انتر، تمام؟ بي، حرف البي، اكتبها لكم على الشات، حرف البي، ونعمل لها بلوك، نكتب بي كابيتال اختصار كلمه بلوك، ونكتب هنا بلان ايه اول حرف من كلمه معماري، بعد كده بلاك، تمام؟ البيست بوينت ناخدها في نقطه الصفر اللي احنا عملناها، بعد كده اوكي. اللي عمل الخطوه دي يكتب رقم 6، تمام؟ احنا هنعمل لها بلوك علشان اي تعديل هعمله في المعماري هعدلها من جوه البلوك، اوتوماتيك هيتعدل في بقيه البلانات سواء بلان الفرنشر او بلان الدايمنشن او بلان المعماري او اي او بلان السقف، تمام؟ هناخد كوبي من البلان، من البلان بعد البلوك، من بعد البلوك هنكررها في بقيه البلانات، كنترول اف. الخطوه دي لو تمام اكتب رقم 7، الخطوه دي كده لو تمام اكتب رقم 7. طبعا احنا عاملين البلانات هنا لان هنا الستوب رولنج الخاص بالمصدر في درو، كل غرفه دي فايل اوتوكاد لوحده، عشان لما حضراتكم تيجي بعد كده تعملوا الشيت اللي هناخدها في المحاضره الاخيره هبعتها لكم مسجله موجوده على اليوتيوب، تمام؟ شرح تجهيز الشيت موجود على اليوتيوب. يبقى الشيت في نفس الفايل، الشيت في نفس الفايل، واللوح بتاعت الزون في نفس الفايل، تمام؟ طيب ايه الفكره يا باشمهندس ان حضرتك عملت البلوك؟ الناس تبقى فاهمه النقطه دي. ان احنا لما نيجي نخش جوه البلوك بعد كده ندوس اوكي، طبعا هي معموله نقطه البوينت والاسم كمان واضح، ابقى عارف ان ده بلوك بتاع الفرنشر، البلوك بتاع المعماري، البلوك بتاع السقف، البلوك بتاع الارضيه وهكذا. نخش جوه الفايل، تمام؟ طبعا ده هيتمسح لان ما بنحطوش في الفايل المعماري، ده هنمسحها، هيتحط في الاسم بتاع البلانات. لو انا مثلا عملت تعديل في المعماري هنا فليكن تعديل هنا، وجيت بعد كده دوت سيف بلان، هتلاقي البلانات كلها اتعدلت. والسيستم ده مهم جدا ويوفر كمان وقت في التعديلات، بيخلي كمان العلاقات ما بين السقف والارضيه والحوائط اللي احنا هنتعلمها في الوقت، العلاقات بتاعت التصميم بتكون مظبوطه، تمام؟ يبقى اول خطوه نعمل خطوه البلوك. هنبدا بعد كده نخش جوه الفايل، هنفتح طبعا التعديل. الخطوه الثانيه نعمل ليارات. الخطوه الثانيه هنعمل الليارات. الليارات ان احنا لازم نشتغل بالليارات، ما ينفعش اكتب محاره 1، محاره 2، محاره 3، ما فيش الكلام ده، او بلان او مباني واحد، لا، كله ليارات. هنعمل نيو لير، تمام؟ هنبدا نعمل ليارات دلوقتي. ايه الحاجات الليارات اللي احنا محتاجينها في المعماري؟ اللير بتاع المباني، اللير بتاع الاعمده، اللير بتاع الابواب، اللير بتاع الترابيز، اللير الفرنشر، اللير الاكسسوارز، اللير الاجهزه الخاصه. كل اللي هنعمله مش هطول على حضراتكم، هنعمل اي دي شرطه فرنشر اف يو ار، مش لازم نكتب الاسم كامل. بعد كده طبعا كل لير ياخد لون مختلف، يعني ما ينفعش تبقى الليارات كلها تبقى واخده لون واحد، تمام؟ اختاروا اللون اللي حضراتكم عايزين تشتغلوا فيه، تمام؟ انا هعمل بس هفتح قائمه اللير ال ايه، اختصار قائمه اللير ال ايه، اختصار قائمه اللير ال ايه، تمام؟ هجي اخد في الفرنشر اختار لون، اهم حاجه الدرجات الالوان تكون مختلفه، يعني ما ينفعش يبقى كل الليارات لون واحد، ده هيبقى مسؤول بعد كده عن الطباعه، تمام؟ بعد كده اخد اعمل لير تاني، اي دي فلور، اي درجه اللي حضراتكم عايزين تشتغل فيها، يفضل بس الالوان تكون هاديه تبقى مريحه للعين تستغلين فيها، تمام؟ بعد كده وهكذا اي دي ارت اللي هو المعماري،
اي دي سيلينج، اي دي دايمنشن، الحاجات الخاصه بالابعاد، دي اي ام اختصارها دي اي ام. حضراتكم ممكن تطبقوا يعني 30% او 40%، مش لازم نطبق التطبيق كله، كده كده عندكم وقت للتطبيق، هتستكمل النهارده الساعه 9 مساء على الجروب الفيسبوك، تمام؟ احنا نعمل رد بعد كده اي دي اوبننج، اللي هو اوبننج تايب، اللي هي الحاجات الخاصه بالفتحات المعمليه زي الابواب، الشبابيك، الازاز، السكوريس وهكذا. عشان ما نقعدش نعمل ليرات كتير، نعمل اوبننج او بي تي، تمام؟ واعملها بلون مختلف، تمام؟ يبقى اول، يبقى ثاني خطوه نعمل قائمه الليرات، تمام؟ عشان نشتغل فيها. هنبدا بعد كده كل حاجه هنعرفها في اللير بتاعها، الابواب، الشبابيك، نعمل سنلستد ونحطها في اللير بتاعها، تمام؟ كل حاجه في اللير بتاعها. ده طبعا في حاجات هنرسمها بول لاين عشان نحط التفاصيل بتاعت تفاصيل الحوائط، هنعملها بعد شويه، تمام؟ انا خدت عملت سنلستد للابواب الشبابيك، وادوس على السهم فوق واختار اللي هو او بي سي، تمام؟ دي اول خطوه. الخطوه الثانيه المعماري، طبعا المعماري معمول لايف ومش صح، احنا في الوركينج بنرسمه بول لاين، هنرسمه مع بعض دلوقتي. هشتغل طبعا باللاير زيرو، نشتغل باللاير زيرو، بعد ما نخلص نحولها من اللاير زيرو للاير. النقطه دي كده تمام، النقطه دي كده تمام، اكتب رقم 8. النقطه دي كده تمام، اكتب رقم 8. طيب هنرسم بول لاين، هنرسم بول لاين للمعماري، عشان طبعا الفايلات دي هتساعدكم بعد كده ان انتوا لما تيجوا تعملوا 3 دي ماكس، الناس اللي بتشتغل 3 دي ماكس او سبيس اب او ريفت ايا كان، يبقى الموضوع التصدير كمان الملفات تكون اسهل، تمام؟ هو في امر تاني اسمه امر جي، بس احنا مش عايزين نعمل كده، هقول لكم يعني الفرق ما بين الامر جي والفرق ان انا لما ارسمه بول لاين، تمام؟ انا كده طبعا رسمت البول لاين من نفس النقطه اللي بدات بيها، ولفت لحد نفس نهايه النقطه اللي انا هقف عندها، تمام؟ الخط ده طبعا هنحوله على اللاير في الاخر، كامل بقيه اللاير، هقول لكم السبب دلوقتي. طبعا احنا بنرسمها بول لاين لان الخطوط اللي معموله اللي جايه لي من الملف فيها بوينت كتير، مش عايزين نخش في مشاكل، عشان برضه دي علاقه بالموديلنج ودي علاقه بالخطوات اللي هنطبقها دلوقتي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا خدت طبعا بول لاين، خدت طبعا بول لاين دي عقلي كده، بعد هنحدد البول لاين اللي احنا عملناها دلوقتي وهنحولها على اللاير المعماري، هندوس على السهم اللي فوق ونختار اللاير المعماري الاصل اللي احنا عملناه، تمام؟ بعد كده ندوس كنترول اكس، اهم حاجه ندوس كنترول اكس، تمام كده؟ الخطوه اللي بعدها النقطه دي لو تمام اكتب رقم 9، النقطه دي كده لو تمام اكتب رقم 9. طيب الخطوه اللي بعدها، انا لو انا هشتغل وركينج لازم ابقى عارف انا واخد السمك الحيطه دي مباني من غير تصليب، ولا السمك الحيطه دي قبل التصليب ولا بعد التصليب. طبعا الديزاين جاهز اللي كانت عاملاه بالمهندسه اروى، المفروض ان انا لما اجي اعمل بلان معماري احط التخانه بتاعت اللياكه بالنسبه للناس اللي معانا بره مصر، محاره بالنسبه للناس اللي معانا في مصر، اللياكه بالعربي اللي هو بيقولوا عليها لياكه اسمنتيه، داخل مصر بنقول عليها محاره. هناخد اوبتس للخط ده، اوبتس 2 سنتي 2 كيلو سمك المحاره، تمام؟ يبقى دي الخطوه الثانيه، هنعمل طبعا اوبتس في كل، عشان كده احنا رسمنا البون لاين. لو قلت عملت اوبتس من غير بون لاين هتقولك اعمل اوبتس في كل خط، الفينش بتاع الشغل هتبقى فيها مجهود زياده، 2 كيلو ان احنا شغالين بالملي، تمام؟ اوبتس 2 سنتي. احنا كده خلصنا السمك ما خدناش اقل من نص دقيقه، تمام؟ دي الخطوه، الخطوه دي لو تمام اكتب رقم 10، الخطوه دي كده لو تمام اكتب رقم. طيب النقطه الاهم ان طبعا طالما خدت اوبتس 2 سنتي، اوبتس 2 سنتي اللي هو سمك المحاره، لو خدت بالكم هنا العمود المفروض يبدا منين؟ يبدا من بعد زاويه، من بعد سمك المحاره لقبل سمك المحاره، فانا كده عندي العمود، يبقى ده المكان الرسم العمود. الرسمه العمود القديم ده هنمسحها، تمام؟ ده المكان المفروض يبقى من بعد السمك المحاره. طب لو انت رفعت المشروع على الطوب الاحمر يبقى اوبتس 2 سم لبره، اوبتس 2 سم لبره، تمام؟ هنا برضه نفس الكومنت، هنعمل برضه هنا العمود من بعد ما خدنا السمك المحاره وهنمسح العمود القديم، هنا برضه هناخد السمك العمود. طبعا انا ببدا بس بشرح لكم من الصفر عشان تبقوا عارفين بنشتغل ازاي في تسجيل الملفات، لكن بعد كده هتلاقي الموضوع سهل لما تتعودوا على السيستم بتاعت الرسم بلانمان، تمام؟ يبقى احنا كده رسمنا الاماكن العامده، هنا برضو في عمود
تمام، وطبعا نعرفه على الليير المعماري ارك. تمام، الخطوه دي كده تمام، اكتب رقم 11. الخطوه دي كده تمام، اكتب رقم 11. بعد كده هنعمل الهش، بعد كده هنعمل الهش. انا كل ده شغال فين؟ شغال جوه البلوك، كاني بشتغل في المعماري بس. بعد ما اخلص طبعا اول حاجه لازم نعمل سيف اول باول، مشكله في الكهرباء او الكات قفل او ايا كان، يبقى سيف. خدتوا بالكم هنا التعديل اتعمل في الفايل كله اوتوماتيك. تمام، هنحطه جوه الفايل ونبدا نكمل في التعديل. طيب هنعمل هش للاعمده وهش للمباني. اول حاجه لازم نعمل، قبل ما نعمل هش لازم نعمل صح على اللاير المعماري، عشان انا لو عملت هش بيعملها على اللاير الزيرو اللي انا عامل عليها مفتاح. يبقى انا هعمل هش على اللاير المعماري، صح على اللاير المعماري. تمام، ابدا بعد كده افتح قائمه الهش، افتح قائمه الهش. طبعا في فرق ما بين الهش الاعمده والهش المباني. الهش الاعمده بيبقى خط كده ورا بعض موازي، الهش المباني بيبقى خطين مسافه، خطين مسافه، خطين. المصطلحات دي مهمه جدا ان احنا نحطها في التفاصيل بتاعه المعماري. ممكن تبقى توب اسمنت ليها هش، ممكن تبقى توب احمر ليها هش ثاني، ممكن تبقى التوب حجري ليها هش ثالث، يعني كل خامه مختلفه في الحوائط ليها هش مختلف. تمام، بعد كده دي واحده هنختار الهش ده، ما ده ما حضراتكم شايفين هنا، ده هنعمل الهش بتاعت الاعمده الاول، الهش بتاعت الاعمده ده شكل الهش العمود اللي موجود اصلا في السيستم بتاع الاوتوكاد، اخرها 131. تمام، هنخلي هنا سكيل 200، وبعد كده نختار حاجه اسمها اد كونكتد اوبجكت. اد كونكتد اوبجكت يعني الخطوط المقفوله اللي هي البول لاين، اد بيك بوينت اللي هي الاريا اللي انا عايز يعمل عليها الهش. احنا طبعا هنختار اد كونكتد اوبجكت ونختار كل الاعمده مره واحده، نختار كل الاعمده مره واحده. هو ممكن يبقى هاش اسود مفيش مشكله، وممكن يبقى هاش برضه على 45 برضه مفيش مشكله. تمام، على حسب طريقه الاختراق، بس احنا هنعملها بالمصطلحات اللي متعارف عليها في السوق. بعد كده هندوس اوكي، هندوس كنترول اكس. الخطوه دي كده لو تمام اكتب رقم 12، الخطوه دي كده لو تمام اكتب رقم 12. طيب الخطوه اللي بعدها هنعمل هاش تاني للمباني، هنخش جوه قائمة الهاش ونختار الهاش اللي بعده اللي هو 132، بعد كده اوكي. تمام، بعد كده بعد كده هنختار حاجة اسمها بيست بوينت ونقف على المكان اللي احنا عايزين فيها الهاش. تمام، الهاش بس اللي احنا محتاجينها، عشان كده احنا رسمنا بول لاين. تمام، عشان كده احنا رسمنا البول لاين الأول وبعد كده عملنا الهاش بعد. شايفين الموضوع ما خدش مني أقل من دقيقة، الموضوع تمام كنترول اس، الموضوع ما خدش من دقيقتين. تمام، عشان كده احنا بنرتب ترتيب الخطوات في البدايه، في بدايه تجهيز المشروع قبل ما نحط التفاصيل. الخطوه دي كده تمام اكتب رقم 13، الخطوه دي كده تمام اكتب رقم 13. هنبدا بعد كده نعمل سيف للبلوك، كنترول اس، اهم حاجه ندوس كنترول اس. طيب هنرجع للملف العمل تاني، هنتكلم بس في حاجات نظري كده قبل ما نبدا نكمل بقيه التفاصيل. نرجع للملف 2 دي، هتلاقي فيه ملف بي دي اف بعتها باكمندات اروى. تمام، طبعا زي ما حضراتكم شايفين هقول لكم ايه الحاجات هي عامله تصميم حلو كديزاين، بس انا لو انا هنفذ في حاجات معينه كده لازم ناخد بالنا منها في التنفيذ. مسافات ما بين الفرنتشر والحيطه، تقسيمه البانوهات اللي هي اللي كانت عاملاها في التصميم ال 3 دي لازم تتحط في المعماري، وده اللي احنا هنعملها الجزء الاول النهارده ونكمل الجزء الثاني بقى. تمام، الديزاين فيه ملاحظات في التنفيذ، هو كتصميم حلو، لكن انا لو هنفذ في حاجات معينه لازم نعدلها قبل ما نعملها تاني. تمام، طيب اول حاجه زي ما حضراتكم شايفين طبعا الفرنستر ده المقاس، الفرنستر 2 متر مفيش مشكله، اللي هو المفروض اللي هو ال 3 بيبقى 180 مش 2 متر، 180 او في 3 برضه 2 متر بيبقى على حسب المقاس المراتب الموجوده. طيب خلينا بس نتكلم بس بقيه التفاصيل بتاع هنا. تقريبا هنا طلع فتح باب مش اوكي، دي هنعملها تاني، هنعدلها تاني في المعماري. اوكي، الحته دي طلعت فتح باب، الجدار هنا اوكي مفيش مشكله، هنعدلها بعد شويه. طيب اول حاجه احنا عملنا تخانه المباني، تخانه المباني، تخانه المحاره، اماكن الاعمده،
لو انا هعمل تصميم، المفروض ان التصميم اللي عاملاه الباسمهندسه هنا لو بصيتوا في الديزاين ال 3 دي هفتح لكم التصميم ال 3 دي. زي ما حضراتكم شايفين هنا في علاقات محتاج ان احنا نظبطها في الوركنج، ودي هنظبطها مع بعض في معالجات الحوائط. اول حاجه في تنجيد في ظهر السرير، السمك ده لازم يتحط في البلان، في البلان المعماري. دي اول نقطه. السمك ده ايا كان بقى، ممكن السمك تبقى 5 سم، ممكن 6 سم، ممكن 7 سم، على حسب التفاصيل. التقسيمات البانوهات اللي في الحيطه، لو خدت بالكم هنا البانو داخل في القطار. انا لو هعمل التصميم زي ده في التنفيذ، في حاجه اسمها هناخد حاجه اسمها البيت ستاره، بنعملها في البلان المعماري اللي هنعملها دلوقتي. البيت ستاره بيبقى 20 سم، البيت ستاره بيبقى 20 سم. من بعد ال 20 سم ابدا اخد تقسيمه البانو، كان بدايه البيت ستاره كانه حيطه، بدايه البيت ستاره كانه حيطه. لو انا هسيب المسافه ما بين البانو الفريم والتنجيد مثلا 10 سم، يبقى انا هسيب هنا 10 سم، وبعد كده اخد تقسيمه البانو، وبعد كده اخد الديزاين، عشان العلاقات ما تطلعش بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه هنا في التصميم بتاع ال 3 دي. دي اول نقطه. يبقى في بدايه البلان المعماري لازم نحط الدوت بتاعت الستاره، الدوت بتاعت الاماكن الستورج التخزين اللي هي التواليت، اي حاجه واصله للسقف بنعملها دوت في البلان المعماري. طيب هنرجع نطبقها تاني في البلان، هنخش جوه البلوك. طبعا هتعدلوا الجزء ده لما حضراتكم تعملوا التطبيق، هتعملوا ان ده فتحه معبره. يعني انا ما اعرفش ان هنا عمود، لان انا اشتغلت على المعماري اللي هي تبعتها في الاوتوكاد. تمام، حضراتكم هتعملوا طبعا بول لاين كده، وهتعملوا بس ده الفتحه بتاعت الدريسنج. طيب الخطوه اللي هنعملها دلوقتي، اول حاجه البيت الستار، هناخد بول لاين، بول لاين من بعد المقاره. البيت الستاره بنعملها دوت في المعماري، بيت الستاره بنعملها دوت في المعماري. اوفست 20 سم، ده اي بيت ستاره كلاسيك 20 سم، لو مودرن، لو مودرن نعمله 15، احنا ممكن نوحدها 20 سم. تمام، الدوت بتاع البيت الستاره لازم احطها في المعماري، عشان لما نيجي نعمل تقسيمه البانوهات اللي حضراتكم شفتوها في التصميم، هنبدا نعمل تقسيمه البانوهات من بعد البيت الستاره. الخط ده عملها لكم باللون الاصفر عشان تبقوا فاهمين ان ده دوت، اي حاجه لون اصفر في البلان تعرفوا ان ده دوت، نعملها دوت. تمام، دي اول نقطه. بالنسبه بقى للستورج اللي هو مكان الدريسنج اللي هي عاملاه في التصميم هنا، في مكان الدريسنج بنعمل برضو، لو انا عندي الدريسنج هنا بس انا برسمها بشكل افتراضي، العمق الدولاب بيبقى 60 سم، بناخد البول لاين بتاعت العمق الدولاب بس، وبرضه بنعملها اللاير الدوت، عشان لما نيجي نعمل التصميم السقف واوزع الاسبوتات ابقى عارف الحاجات اللي واخده عمق من الارض للسقف. اي حاجه سواء اي حاجه وحدات تخزين زي وحده المطبخ زي الدولاب التخزين، اي يونت واصل للسقف بنعمل دوت. تمام، النقطه دي كده لو تمام اكتبوا رقم 14، النقطه دي كده لو تمام اكتبوا رقم 14. هنرجع تاني همسح السكتش. تمام، يبقى اول حاجه نحط الدوت بتاع بيت الستاره، دي اول نقطه. بعد كده نسير البلوك، اهم حاجه نسير اول بقى. طيب الخطوه اللي بعدها هفتح التصميم، هنراجع مع بعض في بقيه الصور بتاع التصميم. زي ما قلت لحضراتكم تقسيمه البيانات هناخدها من بعد بيت الستاره. العمق البيت النور هناخدها برضو من بعد التجديده، التجديده دي المفروض تترسم بول لاين في المعماري. هنرجع تاني للفايل الاوتوكاد، هاخد اكس لاين، هناخد دوت من الاول للاخر بس، ولما نبدا نقسم التقسيمه بتاعت الفرنشر، مكان السرير، مكان الكومود، دراسه ممرات الحاجه، هنكمل ان شاء الله الجزء الثاني الخاص بالمحاضره الاولى في الفيديو القادم.